خلونا الأول لو تتذكروا احنا امبارح كنا بنعرض أيضا أيقونة النجاح، المرأة المصرية أيقونة النجاح، كانت احتفالية حلوة مهيبة مفرحة مبهجة جدا تحت رعاية وبحضور السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس، وتم تكريم عدد الحقيقة لا بأس به على الإطلاق من أيقونات هذا الوطن، وواحدة من هذه الأيقونات الإعلامية الشهيرة جدا 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 أستاذة سهير شلبي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا بيك يا يوسف، إزيك يا حبيبي؟ إزاي صحة بيك. حضرتك كله تمام؟ الحمد لله تمام خالص. نورتي امبارح يا فندم، فرحنا جدا لما شفنا حضرتك كلنا. الله يخليك يا يوسف. الحقيقة بص، أنا معتبرة ده تكريم لكل الإعلاميين المصريين ولمصير والتلفزيون المصري كمان بالتحديد، فأنا ما تتصورش كنت سعيدة قد إيه. والله إحنا كنا أسعد إن إحنا نشوف إن التكريمات بتروح ل يعني واحدة من أهم علامات ماسبيرو لو صح الكلام، يعني حضرتك من الناس اللي الكل كان يشاهد ويتابع ويتعلم، وبالمناسبة أنا وشريف أصحاب ودفعة. والله أنت وكريم، أنت وكريم. أنا وشريف. شريف والله والله أنا وشريف دفعة. لا وساعدت شريف في مشروع التخرج بس هو ما بيقولش. لا ده شريف صاحبي وأخويا حتى هذه اللحظة يعني. جميل جميل جميل. يعني ده كل الناس في الكنترول روم بيقولوا أصلا شريف صاحبنا وزميلنا كلنا، ده صحيح. بس صاحبنا أكتر بصراحة. طبعا صاحبي انا اكتر. طب يعني استاذه سهير، كان احساس حضرتك ايه لما تم ابلاغك بمساله التكريم ثم الحضور فيما بعد ذلك؟ بص والله انا تم ابلاغي بالتكريم قبلها بيوم بالليل، يعني أيوه. اول امبارح بالليل. مفاجاه حقيقيه يعني. مفاجاه بجد والله العظيم، مفاجاه. يعني ايه؟ قالوا لي حضرتك من المكرمات، انت مكرمه. قلت لهم بجد؟ الله، ده ايه الخبر الحلو ده وكده. فطبعا يعني مش قادره اقول لك، لما رحت بقى السيده حرم سياده الرئيس، سيده انتصار، السيده الاولى الجميله الرائعه، النموذج المصري الذي يحتذى بجد. صحيح. هذه السيده سيده مصريه اصيله جميله حنونه راقيه، كل حاجه فيها جميله الحقيقه. يعني لما قابلتها بقى على الطبيعه كمان، يعني مش قادره اقول لك، وهي بتسلمني التكريم انا حسيت ان اخت بنت خاله، عارف، حد حنين. سيده حنونه جدا وحنينه جدا ولطيفه وفرحانه من قلبها وهي بتكرمنا وانا بتكرم. انا كنت في غايه السعاده بجد، لحظه من عمري ما انتهاش، او ده بقى يعني فعلا يوم من عمري لا ينسى حقيقي. لان انا مر في ذهني يا يوسف يعني تاريخ خدمة 40 سنة زمان، يعني أنا قعدت 40 سنة في الإعلام، قدمت كل ما يمكن تقديمه، مش قادرة أقولك، في كافة المجالات. صحيح. وخدمت بلدي بعشق، لأن أنا أعشق هذا البلد جدا، فخدمت بلدي بإخلاص جدا وبعشق جدا وبحب جدا، وكنت حابة شغلي قوي 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 طول العمر، وما زلت والإعلام في دمي ما زال على طول. يعني أنا حزينة أن أنا بعيدة على فكرة عن الشاشة أو عن جمهوري، لأن أنا بيطلبوني كل يوم والتاني أنت فين أنت فين، يعني بقول لهم أنا موجودة أهو، والله أنا موجودة. المهم يعني أن أنا عايز أقول لك التاريخ الطويل ده مر كده قدام عيني في لحظات، يعني كانت لحظة من أروع لحظات عمري. وبعدين عايز أقول لك على حاجة، تكريم الدولة ده تكريم الدولة بقى ده. أيوة. يعني سيبك، إحنا طول النهار نسمع تكريمات والناس هنا بتتكرم والناس هنا، وأي حاجة بقى دلوقتي حاجة يعني بقيت أتفرج كده أقول إيه الناس دي، مش معقول. يعني هم ليه بيفقدوا قيمة كلمة تكريم دي؟ التكريم ده عن تاريخ طويل. صح. عن عمل شاق، عن مجهود غير عادي. فلما يكون تكريم من الدولة المصرية الجميلة ده شيء يعني أنا فخورة بيه جدا جدا جدا. طيب يا فندم، أنا حسيت، وصححيني لو أنا غلطان، أنه ده تكريم مزدوج، يعني ده تكريم للأستاذة سهير شلبي وتكريم لماسبيرو كمان.
والله زي ما بقول لك، انا حسيت الاحساس ده. انا النهارده جميع المذيعات والمذيعين في مسيره وبيكلموني، الكبار والصغيرين والاجيال كلها بقى، كل الاجيال بتكلمني، الفرحه اللي عندهم مش طبيعيه. صح. يعني انا حتى بقيت اقول لهم بصوا انا التكريم ده انا يعني ليا وليكم يا جماعه، ده التكريم ده لمصير وللتلفزيون المصري وللاعلام المصري. يعني فرحتهم كل الاجيال مش قادره اقول لك، وانا سعيده، انا حاسه ان ده تكريم ليا وللاعلام المصري وللتلفزيون المصري اللي هو كان على الساحه سنين طويلة وقدم ناس يعني من أروع ما يكون. ولا زال والله، ولا زال والله، ولا زال هيفضل طول عمره قلعة. يعني في طاقات وناس يعني هايلين طبعا بجد. طبعا. وانت هو انت طالع من القناة الاولى. انا طالع من التلفزيون. يعني انا حتى بزعل قوي لما الاقي حد يقول ايه ده من بره التلفزيون، اقول لهم والنعمة انا من 98 هنا والله. انت ده القناة الأولى دي قناتي أنا، دي أم طبعا القناة. طبعا طبعا أم القنوات زي ما بيتقال. أيوة صحيح. أيوة. صحيح. والله يا أستاذة إحنا سعدة جدا 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 وفرحنا بهذا التكريم، وزي ما كنت بقول كده فرحة فرحتين، فرحة بتكريم حضرتك وفرحة إن إحنا شفنا حضرتك قدامنا، فشيء بالنسبة لنا كان شيء رائع ومشرف لينا جميعا بصراحة. بص اسمح لي من عندك فضلي من هنا كده يعني أتقدم بخالص خالص خالص شكري للسيد الرئيس المحترم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللسيدة المحترمة سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي. بجد احنا بنشكرهم، أنا بشكرهم يعني كلنا. حتى بعيدا عن هذا بقى كمان التكريم ده شكر خاص يعني، لكن أنا بشكرهم على المجهود المبذول لهذا البلد، على شيء احنا انا 40 سنه احنا شهود على العصر يعني. أيوة. احنا شهود على العصر، فاحنا شايفين الدنيا كان فيها ايه والدنيا بتعمل فيها ايه في خلال السبع سنوات دول اللي اتعمل في مصر. احنا ما شفناهوش بهذا الشكل الرائع الرائع بجد قبل كده. صحيح 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 100%. أنا بشكرهم بتمنى ربنا يحفظهم ويحفظ رئيسنا يا رب ويخليه ويديله الصحة، بندعي له كل الدنيا بتدعي له ليل ونهار والله، وحكمته وحفظه ومحافظته على البلد وشعورنا بالأمن والأمان في ظل عالم شوف بيحصل فيه إيه وحروب شكلها إيه ودمار شكله إيه. ربنا يا رب يستر علينا نعمة يا رب الأمان. الحمد لله الحمد لله. أنا بشكر حضرتك جدا مرة تانية وتالتة وعشرة، وتحياتي وألف ألف شكر لحضرتك يا فندم، كل الشكر لحضرتك يا أستاذ سهيل. ميرسيلك جدا جدا. شكرا ليك يا فندم. ميرسيلك التلفزيون المصري حبيبي. ألف شكر لحضرتك يا فندم، ميرسي جدا. الإعلامية أستاذة سهير شلبي زي ما بقول لكم واحدة من أيقونات ماسبيرو، وبالمناسبة هي واحدة من أجمل الابتسامات التي كانت تظهر دائما على الشاشة، صاحبة ابتسامة دائمة وابتسامة حقيقية وطبيعية. يعني أستاذة سهير شلبي تشوفها على الشاشة زي ما تشوفها في الحياة العادية، دائما مبتسمة ما عندهاش أي تجاهم على الإطلاق، دائما صاحبة مزاج رائق ومعتدل جدا، ويمكن ورثت ده لصديقي بقى شريف سمير، شريف أحمد سمير مخرجنا الرائع والعظيم ورفيق دراسة ومشوار وصداقة ومحبة وكل المودة يعني والأخوة اللي بيني وما بين شريف ومجموعة كبيرة من أصدقائنا بقى نقعد نتذكر أكيد يعني عدد لا بأس بيه. شريف هتلاقيه قاعد عمال بيضحك دلوقتي.